الصحفية. رأى فيها زملاؤهم في المقلب الآخر محاولة إبراء ذمة أمام شريحة واسعة من اللبنانيين. تتعهد قوى 14 أدار الالتزام بإقرار السلسلة في إطار توازن دقيق وشفاف بين الضرورات الاجتماعية من جهة وحماية الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي من جهة أخرى. امبارح كان عندنا اجتماع لا لجنة سلسلة الرتب والرواتب، تأخر، أخذ وقت وضل مأخر بالليل، رح نكفي هالاجتماعات. اليوم لازم تطمنوا كلكم سوا، ما بقى في لجان. اليوم نحن بالهيئة العامة لا في لجنة كنعان ولا في لجنة عدوان ولا في لجان مشتركة. في هيئة عامة، كل الاتصالات اللي بتحصل بتحصل بين الكتل، أكان بإطار يعني هي بتعين مين بيمثلها، أكان بإطار اليوم لجنة كان فيها أعضاء من هالتكتل أو من ذاك التكتل، إنما برلمانيا نظاميا نحن بالهيئة العامة.